هكذا خسر هردبشت. كان بغلا نشيطا ومحترما وقويا وما يزال، وقد استغله صاحبه بشكل ممتاز في فصول السنة كافة، فكان يحرث الأرض ويساهم في جني المحصول ونقله إلى الأسواق، ناهيك عن عمله كسرفيس مجاني لصاحبه وللعائلة. كان بغل العائلة بلا منازع وعن حق وحقيق وبدون جك حكي. كان البغل منهمكا مع صاحبه طوال الوقت في العمل المثمر، وقد جد صاحب البغل واجتهد وتعب وعرق وجد صاحب البغل أنه بعد سنوات من العمل المثمر يمتلك حوالي 5000 دينار عدا الإفراطة التي بدأت تتراكم، فقرر أن يستثمر المبلغ المتوفر معه، ليقول أنه استغل بغله خير استغلال بالحلال طبعا، وأنه أغلق دائرة الاستثمار الممكن. حدث هذا الأمر حينما انتشرت موضة شركات الاستثمار التي تعطيك ربحا أكثر من 20% شهريا، وقد فكر فيها صاحب البغل جيدا، فأدرك أنه يستطيع أن يضاعف أرباحه ويشتري قافلة من البغال، أو يبيع البغل ويرتاح من التعب ووجع القلب، بينما أمواله تتنامى وتتنامى وهو يحط ساقا على ساق في البيت. طبعا تعرفون ما حصل، إذ قبل أن يستلم الرجل أول دفعة من الفوائد، كان أصحاب شركات الاستثمار المالي أو سميها ما شئت يعلنون إفلاسهم، منهم من هرب ومنهم من حاول، وهذا ليس شأننا. المهم أن الرجل خسر كامل المبلغ الذي جمعه قرشا قرشا بالعمل المضني والدؤوب مع البغل طوال سنوات. في ذات اليوم الذي أدرك فيه الرجل أنه قد خسر كل شيء، عاد إلى البيت متعبا، فقامت زوجته بوضع صحن شوربة عدس وزيتون وجبن ماعز حتى يتعشى. نظر الرجل باستغراب واندهاش إلى صينية العشاء الموضوعة أمامه، وقال لزوجته: شو هذا؟ هذا عدس وجبن وخبز مشان تتعشى. وشو حطيت إلى البغل؟ حطيت له تبن في العليقة مشان يتعشى كمان. لا، خذي عشاي حطي له البغل وهات التبن مشان اتعشى عليه. لا، ليش يا ابن عمي؟ سلامة قيمتك. لأنه ثبت بعد اللي عملته بالمصاري اللي خسرتهن، ثبت أنه أنا البغل مش هو.